بسم الله نبدأ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. نود أن نذكر مشاهدينا الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم @facebook.com، بالإضافة إلى رقم الواتساب 079-078-450-450، وهنالك رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات وهو 064-773-111. ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معه من خلال هذه العناوين. مشاهدينا فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عناوين ومتابعة حلقتنا لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. إذن مشاهدين أقرأ على حضرتكم أهم متابعة وقضايا حلقتنا لهذا اليوم في عنواننا الأول، وهو من وزارة التربية والتعليم التي أعلنت بأنه لا تأجيل لامتحان يوم الأحد المقبل الذي يصادف عطلة رسمية. وإلى الحالة الجوية، والمملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة غدا. وإلى البتراء نتوجه وإياكم، وتوقف العمل بمركز صحي البتراء الشامل منذ 5 شهور. ومن إربد، مواطنون يطالبون بتعبيد شارع في حي الاستقلال منذ سنوات، وتحديدا هذا الشارع هو شارع أسامة علي خلقي الشرايري. ونتوجه وإياكم إلى ماركة، حيث تسرب لمياه الصرف الصحي. وأخيرا مشاهدينا، وإن أسعفنا الوقت، نكون معكم من المفرق وعدم وصول المياه لأهالي حي الدجانية. إذن مشاهدينا، هذه أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم، فاصل قصير وأكون معكم في أولى هذه المتابعات. والحالة الجوية هي ستكون العنوان الأول في متابعتنا وقضايانا لهذا اليوم، والمملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة غدا الخميس. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالمهندس أيمن صبح، رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية. مهندس أيمن صباح الخير، يعطيك العافية. أهلا بكم، صباح النور أخت سلمى وكافة الإخوة المشاهدين، حياكم. أهلا ومرحبا بك. إذا غدا بإذن الله تبدأ المملكة بالتأثر بكتلة هوائية حارة، مزيد من التفاصيل من خلالك مهندس أيمن، تفضل. نعم إن شاء الله، اليوم الطقس الحضر الصيفي عادي في عمان، في الجبال، في السهول، أغلب المناطق، وطبيعة الحال يكون حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت وكذلك مدينة العقبة. اليوم رياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ممكن تنشط أحيانا خلال فترات المساء. تتحول الأجواء بشكل تدريجي إلى لطيفة الحرارة مع ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، تكون حارة نسبيا في مناطق الأغوار بحر ميت والعقبة. العظمى في عمان اليوم حوالي 32 إلى 33 درجة مئوية، والصغرى حوالي 21 درجة مئوية، بينما في المرتفعات الجبلية العالية ما بين 29 إلى 17، مناطق البادية 38 20، الأغوار 41 25، والعقبة ما بين 42 إلى 28 درجة مئوية. ان شاء الله كما ذكرت اخت سلمى، راح يكون في تاثر المملكه اعتبارا من غد الخميس ولمده جمعه فقط، الخميس والجمعه راح تاثر بكتله هوائيه حاره قادمه من شبه الجزيره العربيه، راح ترتفع معها درجات الحراره تتجاوز معدلات ما بين 4 إلى 5 درجات مئويه. لذلك طقس حار في عمان في معظم المناطق، يكون حار جدا في مناطق الاغوار وبحر الميت وكذلك مدينه العقبه. العظمى في عمان يوم غد الخميس حوالي 36، ترتفع يوم الجمعه وتسجل حوالي 37 في الأجزاء الشرقية، الأجزاء الغربية حوالي 35. أيضا في المرتفعات الجبلية العالية حوالي 33 درجة مئوية، الأغوار والعقبة حوالي 44 إلى 45. إن شاء الله راح تعود درجات الحرارة اعتبارا من الثلاث تنخفض وتسجل حول معدلاتها، والعظمى في عمان حوالي 32 إلى 33 درجة مئوية مع أجواء صيفية عادية بإذن الله. نعم، يعني الارتفاع فقط سيكون يوم الخميس والجمعة.
فقط ليومين إن شاء الله. نعم فقط ليومين. طب إن شاء الله. أيضا يعني نختم بالتحذيرات والإرشادات التي تطلق من قبلكم طبعا حول ارتفاع درجات الحرارة للمعنيين الذين يخرجون من المنازل أو أعمالهم يعني تتطلب الوقوف داخل يعني تحت أشعة الشمس. تفضل. نعم ضروري الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في مختلف المناطق. هو أكيد خاصة في مناطق الأغوار وكذلك مناطق البادية العقبة. إذا كان في أعمال تتطلب من العمل تحت أشعة الشمس تغطية الرأس أو تأجيلها لفترات المساء وكذلك ساعات الليل. أيضا توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد بخطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذا شاكرين لك هذا الوصف للحالة الجوية للغد وبعد غد بإذن الله، وأيضا شاكرين لكم هذه الإرشادات التي دائما نحن على تواصل معكم خلال أيام السنة. كل شكر للمهندس أيمن صبح رئيس قسم التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية. شكرا لك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى البتراء نتوجه وإياكم مشاهدينا، حيث رصد الزميل حسين السلامين بأنه توقف للعمل بمركز صحي البتراء الشامل وذلك منذ 5 أشهر. وللمزيد اسمحوا لنا أن نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميل حسين السلامين، وأيضا على الطرف الآخر المهندس عمران البدور مدير أشغال البتراء. وبداية أرحب بك زميل حسين، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك زميلة العزيزة سلمى وصباح الخير للمهندس عمران. أهلا ومرحبا بك. إذا توقف العمل بمركز صحي البتراء الشامل منذ 5 شهور، ضعنا في الأسباب التي أدت إلى توقف هذا المركز الصحي وما هي الآثار التي ترتبت عليه خاصة بالنسبة للمراجعين. تفضل. حقيقة كما تحدثت قبل قليل إنه توقف العمل منذ 5 شهور في مركز صحي البتراء الشامل والكائن موقعي في قصبة وادي موسى بعد أن بلغت نسبة الإنجاز في حوالي 98% جاء بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي إليه، رغم تحديد مكان خاص من قبل وزارة الصحة لتركيب محطة تغذية الكهربائية فيه، إضافة إلى قيام الوزارة بدفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة قيمتها 42,000 دينار لشركة الكهرباء. نعم. ويوجد حاليا معاملة رسمية مرفوعة من قبل دائرة استملاك الدولة إلى وزارة الصحة بخصوص تأجير مساحة من الأرض المجاورة لمشروع مبنى المركز الصحي، وتعود ملكيتها للوزارة لتركيب محطة كهربائية عليها. حقيقة تنتظر تنسيق فني عاجل. نعم. بين وزارتي الصحة والأشغال وشركة توزيع الكهرباء ودائرة الأراضي والمساحة ممثلة بأملاك الدولة، وذلك لغايات توقيع عقد إيجار رسمي مع شركة توزيع الكهرباء بالجزء المطلوب استئجاره. نعم. وهنالك مشكلة أخرى قائمة منذ شهر شباط العام الماضي، تكمن في عملية تأخير صرف المطالبات المالية المتراكمة والمستحقة للمقاول المنفذ لمشروع المركز الصحي، رغم قيامه بتقديم فواتير بالأعمال الفنية المنجزة من قبله مرفقة بالمعززات المطلوبة حسب الأصول من قبل وزارة الأشغال إلى وزارتي الصحة والمالية. نعم. علاوة على قيام المقاول بالمخاطبات الخطية والمراجعات الوجاهية للوزارتين بأوقات مختلفة للمطالبة بضرورة دفع القيمة. نعم. المالية للفواتير. نعم زميل حسين اسمح لي فقط أنه نتوقف عند الملاحظة الأولى وهي الإنجاز، نسبة الإنجاز 95%، لكنه متوقف الآن بسبب التيار الكهربائي، وصول يعني تمديدات الكهرباء لهذا المركز الصحي. هل هو المركز الصحي سيكون بديل أم أنه، وكم عدد السكان الذي من المتوقع أن يخدمهم في تلك المنطقة؟ بداية اسمحي لي أوضح أن الأعمال المتبقية في مشروع المركز الصحي لا تزيد عن 2%. نعم. وتتمثل في تسوية وفرش وتعديد
الساحات الخارجية المحيطة بالمركز بالخلطات الإسفلتية، سيما وأن مساحة هذه الساحات لا تزيد عن 500 متر مربع، ونسبة الإنجاز حوالي 98%. نعم. طيب كم من المتوقع أن يخدم هذا المركز الصحي الشامل لأهلنا في وادي موسى، في قصبة وادي موسى؟ المركز الصحي الشامل يخدم ما يزيد على 26,000 نسمة. وللتوضيح للرأي العام بأكمله، مبنى المركز الحالي كان بديلا للمركز القديم الذي تم هدمه وإزالته وترحيله إلى مبنى مستأجر. نعم. الآن المبنى المستأجر تم اختصار خدمات الأشعة وعيادات الطب العام والأسنان فيه، وهذا بشكل معاناة حقيقية للمواطنين. نعم. نعم، واضحة الصورة زميلي حسين، وإن كان هنالك أي يعني خلينا نقول ملاحظة قد أعود إليك في حواري مع المهندس عمران البدور. يعني شكرا لك، وضعتنا في الصورة كاملة وأهمية الانتهاء من إنجاز هذا المركز الصحي، وهو مشروع يعني مهم وحيوي لأهلنا في المنطقة. اسمح لنا أن نرحب بالمهندس عمران البدور، مدير أشغال البتراء. مهندس عمران صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير لك ولا جميع المشاهدين والمستمعين. أهلاً ومرحبا بك، يعطيكم ألف عافية. إذن هذا المشروع ينتظر كل أهلنا في قصبة وادي موسى تحديدا، حيث هذا المركز الصحي هو مركز صحي قديم لكن تم تحديثه، نسبة الإنجاز وصلت إلى 98%، أمور جدا بسيطة هي التي تمنع من فتح واستخدام والاستنفاع من قبل أهلنا في تلك المنطقة لهذا المركز الصحي. فبالتالي إحنا بدنا رد وبدنا موعد، متى سيكون الإنجاز منتهيا يعني يصل إلى نسبة 100%؟ تفضل سيدتي. بداية دعيني أوضح أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وعقوفة الأمين العام، تقوم بمتابعة المشاريع التي تكون وزارة الأشغال هي صاحب العمل فيها تعاقديا بشكل حثيث ومكثف، ونقوم باتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية والمالية والفنية أولا بأول. نعم. بما يخص موضوع مركز صحي البتراء الشامل، حاليا العطاء متوقف تعاقديا من قبل المقاول وحسب المادة 16/1 من عقد المقاول الموحد للمشاريع الإنشائية، وذلك بسبب عدم دفع المالك المتمثل بوزارة الصحة المستحقات المالية المستحقة للمقاول. احنا بناء على ذلك، بما يخص الموضوع الاخر موضوع المحول، قامت كوادر الاشراف بمديريه اشغال البتراء وبالتنسيق مع شركه توزيع الكهرباء والمقاول وبشكل مبكر من عام 2023 بعمل الكشف الفني لموقع المشروع، وعليه تم تحديد المطالبه الماليه المستحقه لشركه توزيع الكهرباء، وتم مخاطبه وزاره الصحه بذلك من قبل عقوفه الامين العام ولاكثر من مره، ولكن لم يتم صرف المطالبة إلا بتاريخ 5/5/2024. هذا السبب الأول للتأخير بما يتعلق بموضوع. طب بعد صرف المطالبة متى من المتوقع أن يكون محول الكهرباء موجود؟ يوجد الآن سبب آخر يتعلق بموضوع المحول، أن المحطة الخاصة بالمحول تقع داخل أرض المشروع وتعتبر أملاك دولة، لذلك كان آخر إجراء بهذا الخصوص يوم الخميس الماضي الموافق 27/6/2024 بأن قام مدير استثمار أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة بمخاطبة وزارة الصحة لضرورة عمل الاتفاقية الخاصة بتأجير المساحة المخصصة للمحطة شركة توزيع الكهرباء. نعم. صراحة إحنا كمديرية أشغال البتراء وكوزارة أشغال عامة وإسكان وبالتنسيق مع المقاول ومن خلال متابعتنا له، جاهزين لتسليم المشروع خلال أسبوعين أو ثلاثة. نعم. يعني لو تكرمت بس اسمح لي، وإن كنت يعني تتفق معي أن الأمور الآن هي فقط في ملعب وزارة الصحة. نعم، في ملعب وزارة يعني الصحة. كان على الأجدى يعني إحنا أيضا نكون معنا حدا من الصحة حتى يعني نشوف أين وصلوا في هذا المشروع، لأنه هي موضوع مطالبات مالية فقط بحت يعني بين المقاول وبينكم أنتم كأشغال. تماما سيدتي، يعني أنا لست بصدد التهرب من المسؤولية أو تحميلها لطرف آخر، ولكن أنقل الصورة إليك كما هي وكل ما ذكرت. نعم. وأيضا اسمح لي يعني، لأنه أنا زميلتي يعني تتواصل معي الآن في الإعداد، تواصلنا مع وزارة الصحة منذ الصباح الباكر وأكدوا بأن عملهم يبدأ بعد انتهاء تسليم المشروع، لكن إذا كان على ما أتوقع مطالبات مالية هي تسبق يعني تسليم المشروع،
يعني صلح لي مهندس عمران لو تكرمت. المعني نعم المعني بالتمويل هو المالك، والمالك هو وزارة الصحة. يعني أنا بستغرب ليش رد وزارة الصحة أنه عملهم يبدأ بعد أن يتم تسليم مثلا المشروع من المقاول، المقاول لم يسلم المشروع حتى هذه اللحظة بسبب المطالبات المالية العالقة بينه وبين وزارة الصحة. سيدتي، بما يتعلق بالفجوة المالية أو التمويل المالي أو المطالبات المالية، المسؤول عن التمويل هو المالك والمتمثل بوزارة الصحة. نعم، وزارة الصحة. نعم، يعني إن شاء الله بلكي إنه ردينا أثرنا هذا الموضوع في مثلا في الغد أو في الأسبوع القادم حتى نتحدث عن هذه الجزئية، لأنه من حق أهلنا، يعني هم بيعرفوا إنه 98% هي نسبة الإنجاز، وقريب جدا بدء العمل في هذا المركز الصحي الذي هو ضرورة ملحة لأهل المنطقة هناك. على ما يبدو هنالك أيضا مداخلة لزميل حسين. زميل حسين تفضل، ماذا لديك؟ زميلتي سلمى، حقيقة كما تحدثي وكما وصلتك المعلومة من الزميلة ريما، أنا تابعت مع وزارة الصحة وكانت إجابتها أنها هي المالكة للمشروع وسيكون لها دور فعال بعد تسليم المبنى الجديد لها من قبل وزارة الصحة باعتبارها صاحبة العمل والإشراف عليه. وحاب أوضح إذا سمحتي لي. عفوا، وزارة الصحة ستستلم المشروع من المقاول. هكذا فهمت الإجابة حقيقة. نعم، طب المقاول لن يسلم هذا المشروع قبل أن يأخذ مستحقاته؟ يعني أنا أتحدث هنا منطقيا، يمكن في هنالك أمور إحنا لا نستطيع البت أو الكلام بها إذا لم يكن الطرف المعني هو موجود معنا أصلا على في هذا الحوار. دعيني أوضح حول الجهود اللي قاموا فيها أعضاء اللامركزية في لواء البتراء في عملية تذليل العديد من العقبات التي واجه سير أعمال مشروع المركز الصحي، وتابعوا متابعة جادة موضوع إيصال التيار الكهربائي، وتابعوا حقيقة مع وزارة الصحة سير الإجراءات بخصوص صرف المستحقات المالية المتأخرة للمقاول والمترتب على وزارة الصحة. وحسب ما فهمت هنالك وعود من وزارة الصحة بصرفها قريبا. نعم نعم نعم، إذن أنا أشكرك يعني وأشكر كل الجهات التي عملت سويا من أجل إنجاح هذا المشروع ومن أجل تسليمه في أقرب وقت ممكن. إذن إحنا تحدثنا عن الأطراف الأشغال، وأيضا يمكن كان يجب أن يكون وسيكون معنا في المرات القادمة وزارة الصحة. وأترك الكلمة الأخيرة لك مهندس عمران حول هذا الموضوع لو تكرمت. سيدتي، إحنا حريصين جدا على خدمة المواطنين ونتابع الموضوع بشكل مكثف وبتوجيهات من معالي الوزير وعطوفة الأمين العام. احنا مستعدين كمديرية أشغال بتراء وكوزارة أشغال عامة وإسكان بتسليم المشروع وبالتنسيق مع المقاول خلال أسبوعين أو ثلاثة، ولكن أسباب التأخير الحالي غير مرتبطة فينا، ما بقدر أعطيك موعد محدد لأنه أسباب التأخير لا تتعلق بأطراف أخرى ولا تتعلق بوزارة أشغال عامة. نعم نعم نعم، احنا شاكرين لك هذا التوضيح ايضا مرة ثانية مهندس عمران البدور، وان شاء الله تثار هذه القضية مرة ثانية حتى نضع النقاط على الحروف ويكون يعني نكون نحن كإعلام وايضا المواطنين المنتظرين لهذا المشروع المهم من قبل وزارة الصحة. كل الشكر لزميل حسين السلامين وايضا المهندس عمران البدور مدير اشغال البتراء، شكرا لكما. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة باذن الله. إذن مشاهدينا، ومن مديرية الأمن العام والتي تتبنى وتطلق مبادرة وهي حملة سنوية لا تقتلني بفرحك، نتحدث عنها إن شاء الله من خلال استضافة العقيد إياد العمر رئيس شعبة الإعلام. عقيد إياد صباح الخير، يعطيك ألف عافية.
صباح الخير أخت سلمى، وصباح الخير لكل إخواننا المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. إذن مبادرة يعني تحدثنا عنها كثيرا، لكن يعني تعيدون إطلاقها في هذا في هذه الفترة الزمنية من العام، نتحدث عنها بمزيد من التفاصيل إن كان هنالك أيضا في جديد من خلال هذه الحملة، تفضل. نعم ستي، يعني مديرية الأمن العام الحقيقة أطلقت هذه المبادرة لا تقتلني بفرحك. طبعا هي جاءت بإيعاز من عطوفة مدير الأمن العام وبالتشاركية أيضا مع المجتمع المحلي، ورح تنفذها مديرية الإعلام وقيادات أمن الأقاليم والبحث الجنائي وغيرها من الإدارات المختصة. طبعا الهدف من هذه المبادرة وهذه الحملة هي القضاء على إطلاق العيارات النارية والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية. احنا بنعرف انه بدايه فصل صيف راح يشهد مناسبات عديده، سواء اعراس، سواء تخريج من الجامعات او التوجيهي او المعاهد او غيرها. الحمد لله مواطننا واعي وصار يعرف خطوره اطلاق العيارات الناريه وما تخلفه من خسائر بالارواح، طبعا سواء وفيات او اصابات او عاهات دائمه، وقديش حقيقه شهدنا اسر فقدت عزيز عليها او اسر تيتمت من وراء استهتار بعض الأشخاص. فبالتالي من هذا المنطلق إحنا أطلقنا هذه الحملة، راح تستهدف التوعية من خطورة إطلاق العيارات النارية وأيضا نبذ هذه الممارسات الخاطئة وما تشكل من نتائج سلبية على الفرد والمجتمع. رسالة الأمن العام واضحة بهذا الشأن، دورنا يتمثل في حماية الأرواح والممتلكات بشكل عام، وإطلاق العيارات النارية يعتبر تهديد لحياة المواطنين. بالتالي احنا راح نتخذ اجراءات امنية، اجراءات عملياتية، اجراءات قانونية مشددة، لانه اللي يبقى مصر على اطلاق العيارات النارية هو شخص متجاوز للقانون ومهدد للارواح، وايضا يعتبر هو مجرم لانه توقع نتيجة هذا الحدث اللي ممكن الطلق الناري قد يصيب او قد يؤدي الى وفاة للاشخاص. نعم. يعني سنعمل من خلال المديرية على جانبين، الجانب التوعوي والتثقيفي بالشراكة مع المجتمع المحلي إن شاء الله، وأيضا الجانب العملياتي سيكون هناك تسيير لدوريات راجلة، سيكون هناك رصد لممارسات الخاطئة، التعامل مع مرتكبيها سواء بالقبض عليهم أو أيضا ضبط الأسلحة المستخدمة، وسيتم توديعهم للقضاء. نعم. العادل. نعم. عقيد إياد لو تكرمت، يعني نعم. يعني مشكورين جدا على هذه الحملة، وأيضا يعني سؤالي سيكون هل أتت أكلها، بعد أن أقول عن الجهود المبذولة التي يعني خرجت من قبلكم، سواء الدوريات الراجلة التي تحدثت عنها وأيضا فيديوهات الرسائل التوعوية، ونحن نشهد مثل ما حضرتك ذكرت الآن فترة يعني أفراح بإذن الله، الصيف يكثر به الأفراح، هنالك نتائج ثانوية عامة، نتائج الشامل، وأيضا يعني الكثير من المناسبات تكون في الصيف. سنتحدث بالنسبة للأعداد الموجودة إن كان هنالك بين يديك، هل نستطيع أن نقول بأن ما قمتم به ويعني رفع الوعي بين المواطنين وقلل من استخدام هذه الأسلحة النارية؟ تفضل. نعم ستي، يعني بالفعل أعداد مطلقي العيارات النارية أصبحت إذا قارناها هاي السنة مع السنة الماضية هناك انخفاض ملموس وواضح بعدد مطلقي العيارات النارية وأيضا عدد الإصابات التي نتجت عن إطلاق العيارات النارية. نحن خصصنا رقم للإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية 079-0-196-196. هذا الرقم نستقبل من خلال الرسائل، الصور، الفيديوهات للتبليغ عن هؤلاء مطلقي العيارات النارية، وأيضا رقم 911 يمكن المواطن التواصل مع هذا الرقم للإبلاغ، وطبعا يتم التعامل مع المبلغين بسرية تامة حتى أنه نصل لكل موقع ممكن أن يكون فيه إطلاق عيارات نارية. لكن برضو أكد على جوابي أنه هناك انخفاض واضح وملموس، وباعتقادي أنه حتى المواطنين لمسوا أنه هناك انخفاض في أعداد مطلقي العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، وهذا يدل على وعي مواطننا. وأيضا بالنهاية يعني أنت لما تؤدي إلى إصابة شخص أو تقتل شخص أنت يعني بالنهاية مجرم، وهذا يعني عمل مرفوض ومنبوذ من كل مجتمعنا الأردني. فبالتالي إحنا ندعو
المواطنين المساهمة في حماية المجتمع ونرسخ الثقافة الرافضة لإطلاق العيارات النارية. نعم. وأيضا الرقم اللي ذكرته يمكن المواطن الإبلاغ عن أي شخص يعني يقوم بهذا الفعل السلبي. نعم. المنافي لقيمنا وعاداتنا والذي يؤدي إلى ممكن أنه لا سمح الله إصابة أو وفاة. نعم. نتيجة الإطلاق. نعم أيضا إياد بك، أنا كان هو السؤال اللي كنت سأطرحه عليك هو آلية التواصل، وأيضا نتحدث عن خطوة جدا يعني مهمة وهي التي قد تمنع أو تعيق التواصل من قبل المواطنين، هو السرية التامة التي يتم التعامل بها في حال التبليغ عن مثل هذه الأعمال طبعا غير المحببة وغير المقبول بها في مجتمعنا. وأؤكد وأعيد من خلفك عقيد إياد الرقم للتواصل مع المواطنين في حال الإبلاغ وهو 0790-196-196، أيضا الرقم 911. نعم صحيح، نأمل. نعم. أنه يعني نصل إلى القضاء على هذا السلوك المنبوذ، وأيضا ندعو الجميع إلى المساهمة مع جهاز الأمن العام حتى إن شاء الله يعني هو سلوك منبوذ من كل المجتمع، لكن نأمل. نعم. أن نصل إلى مجتمع خالي من إطلاق العيارات النارية، وخلال خاصة خلال إن شاء الله الفصل الصيف اللي يشهد مناسبات عديدة ومتنوعة. نعم، ونحن شاكرين لك العقيد إياد العمر وأنت رئيس شعبة الإعلام، ونؤكد أننا نعمل جميعا وسويا كمواطنين وكإعلام وكأمن عام وكافة الجهات الرسمية في المملكة، نعمل جميعا من أجل تحقيق وإنجاح والعمل على مبادرة لا تقتلني بفرحك. كل الشكر لك عقيد إياد العمر وأنت رئيس شعبة الإعلام، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. مشاهدينا أهلا بكم، ونتوجه وإياكم إلى ماركا حيث تسرب لمياه الصرف الصحي هناك، وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالأخ ناصر محمود وعلى الطرف الآخر المهندس وسام الحياري مساعد الرئيس التنفيذي في شركة مياه هنا. وبداية أرحب بالأخ ناصر. أخي ناصر صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور، الله يعافيك يا رب. أهلا ومرحبا بك. إذا في منطقة ماركا، حدد لنا يعني الموقع أكثر نكون تحديدا، نتحدث عن تسرب لمياه الصرف الصحي منذ متى، وأنتم كأهالي هل قمتم بما يتوجب عليكم من إبلاغ حول هذا الموضوع؟ تفضل. أختي هذه مشكلة قديمة جديدة، من سنتين ونص عرفتوها حضرتكم برنامجكم الطيب الرائع، وقمتم يعني باتصال بالمسؤولين وحلوها المؤقت، كانوا يقولوا هاي تابعة للصيف تابعة للزرقة تابعة لعمان، المهم حلت هاي نتيجة أعمال الباص السريع، دخل في المناهل التراب، هاي على التستراد عمان الزرقة بعد جسر الحزام الدائري 100 متر على اليمين قبل دخلة الاستكراب الأولى. محيط فيها اسكان المعلمين اللي تابع للصيفة على اليسار، وعلى اليمين كان ماركة القديم اللي تابع لعمان. نعم. وهي إداريا تابعة لعمان، فقبل سنتين ونص عرضتوها حضرتكم وحلوها المؤقت وقالوا انه منظفوا هذه المناهل. متى عادت المشكلة؟ عادت من 4 أشهر، اصبحت الان بركة يعني قارب صغير بيقدر يمشي فيها. بركة من زي ما شايفين في الصورة. وهي خطيرة، محاطة بالمواطنين وبالناس، وهذه تحتها مباشرة في بير جوفي يسحبوا منه ماي بعبوا تنكات الماي للناس. مع الأسف 50 متر بجنبها يبعد عنها 50 متر فقط؟ فقط. وبصور عنكم كمان بصور الوديتها. يعني هذا بتسرب على البير مع الأسف، إذا تسرب يعني وهذا ممكن يسبب مشاكل صحية كبيرة، وبتعرف البيئة أهم شيء حياة الإنسان. طيب. وأصلا الصرف الصحي وضع لحماية البيئة. طيب أخي ناصر، بتحكي لي من 4 أشهر عادت المشكلة، دوركم نعم. كمواطنين هل تواصلتم مع المكان المعني؟ نعم حكينا مع مياه هنا ومع عمان ومع الصيفة، وصاروا كالعادة يقولوا هذه تابعة للصيفة حكي مع الصيفة، هذه تابعة لعمان حكي مع عمان. هي مع الأسف يعني المنطقة جاية على أوتوستراد عمان الزرقاء على يمين، على اليمين تابع لعمان اداريا، بس بيقولوا انه هاي تابعه لمياه هنا الصيفي، فحكينا لهم واجوا كشفوا عليها وقالوا بدنا نسوي دراسه لها
بحيث نستبدل الخط، لأنه أصلا الخط بصراحة معمول بشكل هندسي يعني خاطئ. نعم. لما يكون في ارتفاع منه 12 متر حتى يتعبى بالمي ويرسل الخط لفوق، هاي مشكلة، أي شيء بيسكره. نعم. فهاي مشكلة، قالوا في دراسة وراح نغير الخط، هذا الخط اللي تحت في الواد جايب واد تقريبا يعني حوالي 200-300 متر، لو تغير الخط بأسفل الواد ما بتسبب هاي المشكلة نهائيا. نعم، صورة واضحة أخي ناصر، شكرا لك. اسمح لنا أن نرحب بالمهندس وسام الحياري، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة مياه هنا. مهندس وسام صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير ستي، يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بك. يعني مشكلة قديمة لكنها حلت وعولجت، يعني إحنا طرحناها من خلال برنامج يحدث اليوم لكنها عادت منذ 4 أشهر. المسؤولية الآن مش معروف لمن، وأيضا ما هو الإجراء الأنسب حتى نتخلص من هذه المشكلة نهائيا؟ يعني بدناش حلول مؤقتة تجميلية فقط. تفضل. صباح الخير ستي، صباح جميع المستمعين الكرام. هاي المشكلة زي ما تفضل الأخ العزيز هي مشكلة متكررة حدوث نتيجة الأعمال الإنشائية، زي ما تشوفي طبعا بالصور، في حوالي تشوفي بصور أنه في أعمال حفريات وتراكم إنقاذ بالموقع. كل فترة احنا جماعتنا بيعملوا طرقنا الفنية صيانة وقائية وصيانة تصحيحية لهذا الموقع. للأسف الشديد احنا حاولنا نعمل آخر مرة صيانة للموقع ما ضبطت الأمور معنا، نظرا لتراكم الإنقاذ داخل مناهج الصرف الصحي. أوعدنا طبعا، عملنا دراسة فنية لاستبدال هذا الخط المسبب للمكره الصحي الموجود حاليا، وعطيناها لمقاول التنفيذ. جاري العمل حاليا مع المقاول بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنيين. ظلت علينا شغلة واحدة اللي هي أخذ الموافقات اللازمة والتصاريح اللازمة من وزارة الأشغال العامة لتنفيذ المسار البديل. نعم، يعني الدراسة انتهوا منها وجاهز الآن، فقط ضايل إن احنا ننفذ هذا المشروع. نعم صحيح، دراسة فنية متوقف الآن. أين هذا التنفيذ؟ عملنا دراسة فنية، عملنا دراسة فنية. نعم. تتعلق باستبدال الخط بقطر خط بديل بقطر 400 ملم بطول 800 متر. وجار التنسيق حاليا امبارح كشفوا المهندسين مع مهندسين وزارة الأشغال العامة. متوقع خلال 2-3 أيام إن شاء الله، لأنه في جزء من مسار الخط البديل راح يتعارض مع مسار الباص السريع، فبدنا نحاول إنه نزيل هذا المسار او نبعده شوي عن المسار البصري، بلاش يصير اي مشكله يعني لاحقا على المسار. يعني الجزئيه التي تتحدث عنها ايضا موجود لها حل. اي نعم، أي لانه نعم. بدناش نرد نتوقف مره ثانيه بالضبط. نحكي انه احنا اصطدمنا مع الباص السريع في مساره. نعم صحيح. يعني نعم. وجدتم حل بما انه يستمر هذا المشروع ولا يتوقف مره ثانيه. نعم صحيح. ان شاء نعم. الله حضرتك قلت لي خلال يومين سيبدا العمل. خلال مش سينتهي العمل، خلال يومين ستصدر التصاريح اللازم من وزاره الاشغال ستي. راح المقاول يباشر بهذا العمل، بتوقع اسبوعين او اسبوعين 15 يوم تقريبا راح يكون العمل منتهي ان شاء الله. نعم ان شاء الله ان شاء الله. اذا هذا وعد وهذا هو الحل التي تعكف عليه الان شركه مياه هنا. طبعا هذا ما افادنا به المهندس وسام الحياري مساعد الرئيس التنفيذي من شركه مياه هنا، شكرا لك. ونحن بدورنا سنبقى متابعين حتى تحل هذه المشكله جذريا مثل ما حضرتكم وعدتم لأهلنا في تلك المنطقة. شكرا لك مهندس وسام الحياري، وأيضا أشكر الأخ ناصر محمود. نتمنى أن تكون الإجابة قد وصلتكم أنت وأهلنا في تلك المنطقة، شكرا لكما. إذا أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى المفرق متجهين وإياكم مشاهدينا، ومن هناك عدم وصول المياه لأهالي حي الدجانية. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالأخ يوسف الخزاعلي، وعلى الطرف الآخر المهندس عيد أبو عابد مدير مياه المفرق في شركة مياه اليرموك. وبداية أرحب بالأخ يوسف. أخي يوسف صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أخت سلمى، الله يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بك. إذا أنتم أهل الدجانية وصلتنا ملاحظة منكم بعدم وصول المياه، أعطينا الفترة الزمنية التي يعني انقطعت بها المياه عنكم، وهل تواصلتم مع شركة مياه اليرموك وماذا كان الرد لو تكرم؟ تفضل. الله يعطيك العافية أخت سلمى. الله يعافيك. ستي احنا بمنطقة الدجانية تجمع سكاني كبير جدا، يعني تقريبا حوالي 9000 نسمة. نعم.
من سنوات عديدة، يعني تقريبا حوالي 10 سنوات نعاني من انقطاع المي بفصل الصيف بالذات. موقعنا الجغرافي احنا منطقتنا جبلية والشبكة قديمة جدا، صار لها تقريبا حوالي 50 سنة يعني شبكة المياه مهترئة ومتآكلة، يعني نزيف مش طبيعي لما تخلينا نقول تفحص الخطوط متهالكة، العائلات ما يصلها مي، في بعض المشتركين فصلوا عداداتهم نهائيا، يعني شالوا العداد لانه يدفعوا مقطوع، يعني شركه خلينا نقول سلطه المياه تاخذ منهم فواتير شهريه، تترتب عليهم فواتير شهريه مقطوعيه ومي ما يوصلهم، وبالمقابل على حسابهم الشخصي يشتروا صهاريج مياه حتى انهم يقدروا يشربوها وانهم يامنوا اسرهم بالمي. نعم. فعانينا كثير. كتبنا مضابط، اشتكينا كلجنه مجتمع محلي، وصلنا مع المسؤولين ولكن ما في حل، يعني يحكونا على مجلس المحافظة في محافظة المفرق ميزانيتهم تقريبا قصبة المفرق 77 خلينا نقول 70,000، 70,000 ما يغطي شبكة مياه بهذا نعم. الحجم. طبعا عطيني لو سمحت كم عدد السكان اللي في حي الدجانية المنازل اللي عانوا من انقطاع المي، يعني أكيد. من 10 سنوات تقريبا اكثر من 400 اسره، يعني حتى 400 اسره حقيقي اكثر من 400. شكرا لك اخي يوسف. نتمنى يعني انه يكون في حل جذري لهذا الموضوع وقريب. ونرحب بالمهندس عيد ابو عابد مدير مياه المفرق في شركه مياه اليرموك. مهندس عيد صباح الخير، يعطيك العافيه. صباح الخير، الله يعطيك العافيه. اهلا ومرحبا بك، يعني نامل من خلال هذا اللقاء ان نجد حلا جذريا لاهلنا في حي الدجانيه في المفرق، يعني يسهل عليهم الحياه، يعني المشكله ممتده من عشرات السنوات وايضا الشبكه من 50 سنة، فبالتالي يمكن وجب التجديد لهذه الشبكة. فبالتالي يعني نتحدث، هل هنالك مشاريع تنهي معاناة أهلنا في حي الدجانية؟ تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. للمجتمع بالنسبة للدجانية، يعني حقيقة هو أنا أكد على ما جاء في كلامه أن الشبكة هي عمرها طويل، وإحنا نعاني من إيصال المياه في بعض المناطق، مش كل المناطق، في بعض المناطق. نعم. حاليا في مشروع للحي الغربي تقريبا من خلال ذا مركزية 1 كيلو قطر 4 إنش لحل مشكلة المنطقة الغربية، إن شاء الله هذا على التنفيذ خلال هذا العام أو خلال الأشهر القريبة جدا. الحي الغربي اللي تتحدث عنه هو نفسه الدجانية؟ الدجانية نعم نعم. يعني الحي اللي بحكي عنه الأخ اللي ذكر عن المعاناة. نعم هو في إن شاء الله هذا قيد الطرح، هذا المشروع إن شاء الله خلال هذا العام يتنفذ. وحقيقة هي الموضوع، يعني الموضوع هي الشبكة قديمة وحاجة الشبكة إلى إعادة تأهيل. لانه الموضوع مش موضوع التصميم، استبدال، يعني بدكم تستبدلوا الشبكه كامله. نعم هي بقدر ما هي يتطلب استبدال الشبكه الدجانيه. نعم احنا طيب حاليا، لانه يمكن حاليا احنا حاطينها من ضمن اولوياتنا استبدال هذه الشبكه، ان شاء الله مجرد ما توفر التزام مالي او توفر الموضوع المالي ان شاء الله راح نبلش تنفيذها بالاقرب وقت ان شاء الله. نعم. يعني بس خليني اتاكد على ما جاء في كلامه انه فعلا الشبكه قديمه. نعم. خلينا نرتب الموضوع مهندس عيد. نعم. ان توفرت الاموال سيعطى هذا المشروع اولويه لديكم. هاي البلد اولويه. نعم اولويه. نعم. بس حضرتك قلت لي انكم موجودين في الحي الغربي، وين الحي الغربي؟ هو حي الدجانيه يعني ولا جزء من حي الدجانيه؟ هذا جزء من الدجانيه، جزء الغربي جزء. طيب. من الدجانيه، هاي فيها مشكله عدم ايصال المياه حقيقة. نحن حاليا من خلال اللامركزية تم طرح العطاء تمديد خط 4 إنش بطول 1 كيلومتر. نعم إن شاء الله يرى النور قريبا وتتوفر الأموال طبعا لهذا المشروع الكبير. لكن اسمح لي، إحنا حتى تتوفر هذه الأموال يعني من غير المنطقي أن يبقى أهلنا يعني يعانون من شح المياه. هم في بعض الناس فصلوا العدادات وأتوقع أنه معهم حق، لأنهم بدفعوا يعني بدون وصول مياه. عدم وصول مياه لا حدد، مش هذاك العدد، بس هو عدد محدود، مش هذاك العدد الكبير. المناطق المرتفعة، خاصة المناطق المرتفعة، في عندنا 400 عائلة. أنا سألت هو بيحكي 400 متر، بس أنا ما بقدر أقول إيش 400 متر. 400 عائلة لا، هي بؤر، خلينا نقول مناطق تجمعات معينة. طيب كيف بدنا نزودهم بالمياه؟ كيف بدنا نزودهم بالمياه؟ لأنه أثمان المياه من قبلكم تأتي مخفضة، يعني حقيقة إحنا حاليا قاعدين نعدل على الشبكة وفي تأثير محابس، إن شاء الله
سنحسن المياه لبعض المناطق. نعم نعم ان شاء الله. احنا مش مشتكين عنها، احنا شغالين على الموضوع ان شاء الله. نعم، وهم قد يعني في الامكانيه التواصل معك في حال احدهم يعني لم يستطع نعم الحصول نعم على صهريج ماء. ان شاء الله. نعم راح نزودهم برقمك مهندس عيد ابو عابد، طبعا مشكور نعم. وانت مدير مياه المفرق في شركه مياه اليرموك، شكرا لك. وايضا بدي اشكر الاخ يوسف الخزاع لهذا الرد رسميا اخذناه من شركه مياه اليرموك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. إذن مشاهدينا نتجه وإياكم إلى إربد، ومن إربد مواطنون يطالبون بتعبيد شارع في حي الاستقلال منذ سنوات. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالأخ علاء الدين الفقهاء، وأيضا على الطرف الآخر السيد غيث التل، الزميل غيث التل الناطق الإعلامي في بلدية إربد. وبداية أرحب بعلاء. علاء الدين صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير، يعطيك العافية. أهلا ومرحبا بك. لو تكرمت نتحدث عن يعني المشكلة، أو خلينا نقول الملاحظة، الشارع المراد تعبيده، تفضل. يا ستي، الشارع من 2010 تم وضع ديسكورس مع زبدة سائل، ولل 2010 لل 2024 ما صار عليه ولا شيء. مع المطر والشارع فيه ميلان، صار فيه انجرافات ما بنفع ينعمل له صيانه. يعني بده يتعبد المناهل الصرف الصحي، الاغطيه حواليها احنا بنضل نصب حواليها لانه المساء تطلع الفراصير من المناهل. فصار الشارع سيء جدا جدا جدا، يعني ممكن بأي لحظة سيارة توقع في المنهل ويتحرك من مكان. وراجعت أنا بال 2013 وكتبت استدعاء للبلدية ونزلوها للديوان وودوها للصيانة وما في فائدة نهائيا. نعم. وبال 2021 كتبنا استدعاء مرة ثانية وحاولنا أكثر مرة ونحكي مع مسؤولين ومع الصيانة وكتبنا استدعيات، وإن شاء الله إن شاء الله وما في فائدة نهائيا. نعم. الشارع لحاله هلا. نعم. كل ما تمر سياره، لانه الشارع فيه ميلان، كل الغبره كل التراب بتبعثر بالمنطقه كلها. نعم. وباللي طالعين نفس الشيء كمان. مره ثانيه نذكر كم طول هذا الشارع المراد تعبيده؟ الشارع يعني بتوقع 200-250 متر هيك. 250 متر تقريبا. نعم، إذا المعاناة مستمرة منذ 2010. شكرا لك أخي علاء، قد أعود إليك، لكن اسمح لي أن نرحب وأحاور بزميلي غيث التل الناطق الإعلامي في بلدية إربد. غيث صباح الخير، يعطيك ألف عافية. الله يرضي لك وللأخ المواطن ولجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك، يعني نأمل برد وحل أيضا لهذه المعاناة لأهلنا في شارع في حي الاستقلال، 250 متر تقريبا بحاجة إلى تعبيد منذ 2010. يعني احنا بال 2024 يعني من 14 سنه، وهم الاهل بحاولوا من اجل حل هذه المشكله. ماذا لديكم؟ بدنا حل لو تكرمت. بدايه من حق الناس طبعا تتلقى الخدمات المناسبه، ومن حقهم يطالبوا البلديه بايصال الخدمات لهم. لكن احنا لازم نوضح للساده المشاهدين وللاخ المواطن، احنا يعني بنحكي نتكلم عن المجلس البلدي الحالي. نعم. زملائنا السابقين اجتهدوا وكانت لهم اجتهاداتهم، ممكن أصابوا بمكان وأخطأوا بمكان آخر، الله يعطيهم العافية. يعطيهم العافية. المجلس البلدي الحالي كانت عنده سياسة واضحة منذ بداية استلام أعماله بالتركيز على الشوارع الرئيسية. الشوارع الرئيسية كانت تخدم أكبر قدر ممكن من السكان. الشوارع الفرعية كانت مؤجلة نوعا ما، تم تعبيد شوارع رئيسية كبرى في منطقة الرابي اللي سقاط فيها الأخ، وأكيد هو شاف الشوارع المحيطة بمجمع المستشفيات. الشوارع الرئيسية كاملة عبدت في المنطقة. حاليا البلدية بدأت تدخل إلى الأحياء، لكن احنا بنحكي بنشتغل مناطق مناطق. حاليا من أسبوع عم نشتغل بمنطقة البارحة، انهينا عدة مناطق. إن شاء الله تعالى منطقة الرابية يعني نعتقد خلال شهرين أقصى حد بتكون الآليات وسطتها وبدأت أعمال التعبيد فيها. ويعني الشارع المذكور أنا بصراحة يعني لا أعلم أين هو بالضبط، لكن إحنا طلعت لجان كشفت على المنطقة وحددت عدد من الشوارع ضمن خطتها، وبإذن الله تعالى يتم التأكد من أنه الشارع موجود ضمن الخطة. نعم. وغالبا أعتقد أنه موجود ضمن الخطة. اسم الشارع أنا موجود الفرعي عندنا، شارع أسامة علي خلقي الشرايري، أعتقد أنه موجود ضمن الخطة. الشارع كان معبد بمادة البسكورس، ومعبد بالبسكورس بسكورس وسلكورس، ولكن مع ظروف الزمن يمكن صار في حفر كبيرة متواجدة في أرجاء مختلفة منه. إذا يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى موجود ضمن خطة البلدية،
يعني شهر ونص شهرين أصبحت تكون منطقة الرابية دخلها التعبيد، وإن شاء الله تعالى بتم معالجة المشاكل الرئيسية. نعم، بس في حاليا يعني في المناهل، يعني يذكر الأخ على أنهم هم يعني بشكل شخصي بقوموا بتظبيطها يعني، فبالتالي هل ممكن يعني أنه نكشف عليها أو نقوم بأعمال يعني بسيطة إلى أن يأتي المشروع الكبير الذي تتحدث عنه خلال شهرين؟ نوضح برضو أيضا في مناهل تابعة على شركة مياه اليرموك، في مناهل بيشتغلها عدد من المتعهدين المتعاقدين مع شركة مياه اليرموك، لكن إذا كانت مناهل تصريف مياه أمطار إحنا جاهزين مباشرة للتعامل. نعم، يعني رح تخلي فريق من عندكم يخرج للشارع اللي ذكرنا بإذن الله تعالى؟ إحنا يعني نحط وعد بإذن الله تعالى على الهواء، رح يكون في كشف على الشارع، كشف على واقعه، كشف على المناهل إذا كانت من ضمن اختصاص البلدي، وأعتقد الأخ اللي يكون عارف إذا هاي مناهل صرف صحي أو مناهل تابعة على هي لشركة مياه اليرموك، مناهل تصريف مياه الأمطار البلدية معنية فيها. نعم، بصير لبس عند المواطنين احيانا وين يراجعوا بين البلديه وشركه مياه اليرموك. انا بحدد له اذا المناهل لتصريف مياه الامطار احنا معنيين فيها، واذا هي مناهل صرف صحي لا، هي عليه مراجعه شركه مياه اليرموك او المتعهدين الخاصين المتعاقدين. نعم، والاخ على على سماع، الاخ على على لكن سماع. احنا يعني بجميع الاحوال نعد خلال فتره قصيره لما يعني قبل نهاية الصيف راح تكون أغلب مشاكل منطقة الرابية إن شاء الله. وأعتقد هذا الحي في منطقة في حوض ناصفة بحقل الزبل، يمكن في ناصفة بحقل الزبل إذا بيأكد لي الموضوع هو. أخي علاء أنت عم تسمع؟ نعم، كلامه صحيح. كلام صحيح. نعم. يعني صحيح. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال شهر نصف شهرين تكون الأمور محلولة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إذا عندنا خطة صعب الآليات تشتغل بجميع المناطق بنفس الوقت. إحنا حاليا بالبارحة ممكن ننتقل بعدها لمنطقة المنارة. بالتدرج ننتقل من منطقة لمنطقة. أعتقد إذا يعني ذاكرتي تسعفني بعد المنارة بيكون في شغل بشارع برضة الرابية بالمنارة، بعدين تنتقلوا على منطقة الرابية اللي يقع فيها الشارع. نعم، إذا جهود كبيرة وجبارة تبذل من قبل بلدية إربد، يعني بدأتم بالشوارع الرئيسية ثم الفرعية، قريبا وخلال شهر ونص إلى شهرين يكون هذه الملاحظة منتهية. ابقى متابعا معي أخي علاء الدين الفقهاء، وأيضا بدي أشكرك كل الشكر وأشكر زميلي غيث التل الناطق الإعلامي في بلدية إربد، شكرا لك على هذا الرد. أما أنتم مشاهدينا الكرام فبهذه المتابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.